معنا الأستاذ المربي علي عاصلي، رئيس بلدية عرابة البطوف. يعني عندما نتحدث عن سنة 2015 التي يعني خلت في هناك إنجازات للسلطة المحلية في عرابي، إدارة أبو حسين إحنا واكبناها. طبعا بلدة عرابي زي أي بلدة عربية أخرى، يعني هناك المشاكل والمعاناة اللي بتعاني منها باقي السلطات المحلية تقريبا متشابهة، ولكن الإدارة تختلف، يعني كل شخص له رؤية معينة. نتحدث عن الإيجابيات وهي كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، نتحدث شو كان في 2015 أبو حسين؟ نعم، أولا مشكور أخي أبو محمد على الإطراء والمقدمة الجميلة. الله يخليك. كل شخص موجود في مسؤولية معينة لابد إلا يكون هنالك إنجازات وتكون هنالك بعض العثرات كذلك. نعم. فهذا شيء طبيعي في العمل. ولكن عرابي كلها تشهد للإدارة الحالية بأنها هي إدارة عمل، إدارة فعل، إدارة تسعى دائما إلى العمل. فرئيس المجلس اليوم علي عاصلي يتغيب كثيرا عن الوجوه، يتغيب كثيرا عن أهالي عرابي، وذلك بانشغاله دائما إما في تل أبيب أو في القدس باجتماعات حثيثة ومتواصلة مع المكاتب الحكومية لتجنيد ورصد الميزانيات المختلفة لإقامة المشاريع الهامة في عرابي. فمن أهم المشاريع أولا إعادة الثقة المواطن مع السلطة المحلية، هذا من المهم جدا حتى نتعامل معا، وهذا ما نشعره في الشارع، أنه اليوم المواطن في عرابي يشعر أن هنالك مجلس محلي يقدم ويعطي ويهتم بالمواطن وتقديم المشاريع للمواطن في عرابي. ومشروع، ربما أنا أتكلم عن مشاريع اللي هي غير محسوسة، ولكن هي مشروع بالأساس هي مهمة جدا للتواصل بين السلطة المحلية والمواطن، اللي هاي في نهاية الأمر هي معادلة أساسية لخلق نجاح معين في المستقبل في عرابي. وقضية النجاحات اللي موجودة في المدارس عرابي في قسم التربية والتعليم، عرابي اليوم أثبتت أنه هي البلد الأكاديميين والمثقفين، وهي في سلم البلدان العربية في دولة إسرائيل. فما إحنا ما نكتفي هنا، وإنما نسعى في تواصلنا مع مدراء المدارس أنه نخلق الشخصية المناسبة له، وإن كان الطالب الجامعي وإن كان في داخل البلاد أو خارج البلاد. فدائما إحنا على تواصل كامل مع طلابنا حتى تكون لهم وجود وحيز في كل مكان ومكان هن موجودين فيه. مشاريع كثيرة نقوم فيها في سنة 2015، ومن أهمها طبعا بناء البلدية، البناء العصري لبلدية عرابي اللي سيستقبل بلدية عرابي في القريب العاجل. سيفتتح هذا البناء اللي سيكتمل طبعا بناؤه في خلال أشهر قليلة، 3 إلى 4 أشهر بالكثير، وستكون كل أقسام المجلس المتفرقة اليوم وهي في أماكن مستأجرة ستكون في هذا البناء. قضية البناء الروضات الأطفال، قضية البناء المدارس، قضية بناء القاعات الرياضية، واليوم من المشروع من المشاريع المهمة إتمام ومتابعة إتمام بناء المقبرة الجديدة في عرابي، واللي كان تنقص وجودها في هذه البلد، واللي بدأنا في العمل فيها في السنة الماضية وسنتمم العمل فيها في السنوات القادمة، وتحصيل الميزانيات للبدء في مشروع القرية الرياضية العصرية، ومن ضمنها طبعا ملعب التمارين وملعب الاستاد العصري في عرابي، سنباشر فيه العمل في القريب العاجل إن شاء الله. هنالك مشاريع عديدة كثيرة لا تحصى، ولا وبالذات قضية إنه يكون تواصل بين السلطة المحلية والمواطن حتى يكون تعاون وحتى يكون نجاح في نهاية الأمر. فشعور أهل عرابي اليوم بالتحسينات وبالذات بالبنية التحتية والاهتمام بقضية الشوارع الداخلية في داخل عرابي، هذا أوجد
شوق للتعاون بين المواطن والسلطة المحلية. نعم يعني أبو حسين، نعم أبو حسين، يعني بالإضافة إلى قضية الإنجازات اللي هي على أرض الواقع، هناك أهمية كبيرة لقضية السلم الأهلي، قضية العلاقة الطيبة بين أهل عرابي، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنه الكل أهل في عرابي، والعلاقة هالقد ودية بين الجميع. لو تحدثنا بالنسبة لقضايا بالذات قضية المعارضة في السلطة المحلية، في الأول الأخير إحنا بنشوف في تقارب، يعني في نوايا طيبة من أجل أنه يكون دفع العمل البلدي إلى الأمام. كيف علاقتكم بالفترة الأخيرة مع المعارضة؟ أولا من السليم والصحي في إدارة المجالس المحلية أن تكون معارضة، هذا شيء سليم، وأنا على العكس تماما. من ناحية العلاقات الاجتماعية تربطني علاقة طيبة جدا بكل أعضاء المجلس المحلي الحاليين واللي استقالوا في الفترة قبل أشهر. التقارب اللي موجود هو إن دل على شيء بدل على أولا كصبغة طيبة لأهالي عرابي، بالرغم من التنافس الجميل والتنافس على العمل البلدي في فترة الانتخابات، إلا في نهاية الأمر نكون في بوتقة واحدة للعمل معا لتقديم ما هو أفضل لهذه البلد وللمواطنين أهالي البلد. فوجود المعارضة ربما يفتح أفاق الإدارة على بعض الأمور اللي ممكن إحنا ندركها أو نعملها بشكل آخر حتى تتوافق مع الجميع. فأنا بحترم رأي كل عضو مجلس محلي، وإن كان هنالك في بعض الأحيان يشعر بعض الأعضاء من الإدارة أن هنالك مبالغة، ولكن أنا حقيقة بحترم رأي كل شخص وشخص في مكانه، وبعتبره هو شخص حريص على مصلحة عرابي وتقديم ما هو أفضل لعرابي. ففي الفترة قبل أسابيع كان هنالك احتفال اليوبيل الذهبي، مرور 50 عام على إقامة المجلس المحلي، ووجود رؤساء المجالس السابقين كلهم في مقدمة الاحتفال هذا، ووجودهم كذلك في لجنة التحضير من بداية التحضير لهذا قبل أشهر، هذا إن دل على شيء بدل على صبغة طيبة وعلاقة حميمة بين أهالي عرابي، ولكن التنافس مشروع والتنافس هو صحي على مصلحة عرابي وإدارة مجلس عرابي وإعطاء ما هو أفضل وأفضل لأهالي عرابي. نعم يعني أبو حسين، الزواج الشاب دائما تسأل يعني شو وضعنا، بدنا احنا بدنا قسائم وأرض، بدنا كذا. احنا بنعرف الأول الأخير كان في توسع على المسطح البلد، تحكينا شو وضع اليوم القضية المسطح وقديش بلبي احتياجات البلد في عرابي؟ في عرابي هي كباقي البلدان، وحتى ربما يميزها أنها تفتقر لأراضي الدولة، فغالبية الأراضي في عرابي وما حول عرابي هي أراضي ملك خاص لأهالي عرابي. فعندما تقدم التخطيطات وتصادق عليها، المستفيد هو جزء قليل من أهالي عرابي اللي هن أصحاب هذه القسائم. ولكن إحنا في الفترة السابقة من كنت رئيس مجلس من 2003-2008 عملت على تقديم توسعات ومخططات لتوسعات حول عرابي كلها، ومن ضمنها طبعا المخطط اللي صودق عليه المنطقة الغربية الجنوبية بمساحة حوالي 800 دونم اللي تضم حوالي 2500 وحدة سكنية، واللي حوالي 95% منها أراضي بملكية خاصة. اليوم صادقنا على مخطط آخر اللي تقريبا 70% هو أراضي دولي، اللي هو منطقة رقم 10 متحام عسر باللغة العبرية، وصودق عليه بشكل نهائي. واليوم احنا سنقدمه للنشر حتى يكون هنالك مجال للاعتراضات، اذا كان هنالك اعتراضات، وان شاء الله نتامل ان ما يكون اعتراضات حتى يصادق عليه بشكل نهائي. وسكون هناك تواصل مع دائرة اراضي اسرائيل من هالمكركعي اسرائيل حتى نقدم تخطيط لايجاد قسائم للازواج الشابه. بالمقابل هنالك مناقصة اللي خرجت الحيز التنفيذ،
وفي خلال شهر 2 سوف تغلق هذه المناقصة لبيع وشراء قسائم في منطقة الزعتر. طبعا هي ليست كبيرة ولكن بتحل مشكلة بسيطة لبعض الأزواج الشابة. وفي القريب العاجل سوف يقدم تخطيط آخر اللي هو في منطقة أبو قرعة، كذلك لمنطقة أراضي دولي اللي برضو سوف نسعى لإيجاد قسائم للأزواج الشابة. هذا طبعا غير كل القسائم، غير كل المخططات اللي قدمناها واللي صودق عليهم منها واضح حسين اللي غالبيتها برضو بملكية خاصة. بالمقابل احنا اليوم في مرحلة متقدمة جدا بالمصادقة والتخطيط للخارطة الهيكلية العامة لعرابي لسنة 2040، قاعد لأهالي عرابي لسنة 2040، ومن ضمنها طبعا إيجاد قسائم للأزواج الشابة في مناطق مختلفة في عرابي. عندما نتحدث عن عرابي لا يمكن المرور مر الكرام إلا ونتحدث عن مركز محمود درويش الذي أصبح يعني شامة في خد عرابي والجليل. أيضا مركز محمود درويش يحمل اسمه معه بإدارة أخونا الأستاذ محمود أبو جازي. النشاطات الثقافية والاجتماعية يعني تحمل الكثير لأهل عرابي في هذا المركز، يستحق دائما الدعم وأيضا أن يكون له شقيق وأخ أكبر حتى في منطقة أخرى لهذه البلد. نعم، مركز محمود درويش طبعا في الفترة السابقة أنا قمت ببناء هذا المركز اللي هو من أكبر المراكز الموجودة في الوسط العربي، وكان هنالك فرح وانبساط من أهل عربي ببناء هذا المجمع الثقافي الكبير. وتفعيله اليوم طبعا هو بالتوافق مع المجلس المحلي بشكل كامل بإدارة سليمة وبإدارة لها أفق واضح بمجال الثقافة والتعليم. فهنالك تعاون كامل بين إدارة المجلس المحلي وإدارة المركز الثقافي، وإيجاد حيز كبير من ميزانية المجلس المحلي لفعاليات المقامة في هذا المركز. فإحنا نفخر بوجود هذا المركز في عرابي، ونفخر بكل الفعاليات وكل الأطر التي تعمل في داخل هذا المركز، وبالذات إيجاد القاضي الشباب اللي موجود هنالك التي سوف تكون هي مرآة ناصعة لوجه عرابي الأصيل إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث أبو حسين بالنسبة لقضية الشارع الرئيسي، برغم أنه مسافته قصيرة جدا ولكن يشهد اكتظاظ وازدحامات مرورية هائلة جدا. نعم، قرية عرابي طبعا المدخل الأساسي هو من جهة سخنين، مدينة سخنين، بشارع اسمه شارع 805. فوجود التوسعات اليوم اللي موجودة بتؤدي إلى تعسر السير هناك وإلى وجود ازدحامات مرورية. إحنا هنالك تخطيط بخصوص هذا الشارع لجعله هو شارع تجاري أكثر، ونقل شارع آخر في الحارة القريبة، شارع بعرض ما يقارب حوالي 24 متر كذلك، حتى يكون منفس آخر لمدخل عرابي من الجهة الغربية ومن الجهة الشرقية وكذلك من الجهة الشمالية من شارع 804. الاهتمام بقضية المداخل عرابي هو على نصب أعيننا حتى نتفادى قضية الازدحامات المرورية. وبالظروف اللي احنا موجودين فيها، وان شاء الله في القرار الحكومي الاخير بإقرار الخطة الخماسية، باعتقادي راح يكون هنالك تسهيلات كبيرة لفتح وشق شوارع اللي بتسهل امور المواصلات وبتخفف قضية الازدحامات المرورية اللي موجودة اليوم. شكرا لك ابو حسين، الله يعطيك العافية والتوفيق.